معانا على الهاتف الاستاذ رجب الشرنوبي محلل سياسي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. برحب بحضرتك، وبناء عليه محتاجه اعرف اهم ما جاء في حديث السيد الرئيس اليوم من خلال وجهه نظر حضرتك. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، انا شخصيا عجبني في البدايه العرض الرائع للدكتور مصطفى مدبولي النهارده في بدايه يعني جوله الافتتاحات، النهارده جلسه الافتتاحات الكبيره اللي يعني حضرها السيد الرئيس، فكره ان احنا نتكلم عن مجهود الدوله في السنوات السابقه والحكومات السابقه، عند يعني حديثه عن الزيادات السكانيه اللي كانت مكبله لجهود الدوله في هذه السنوات، فكره يعني رصد جهود الدوله سابقا وعدم انكارها، دي روح جديده الحقيقه ما كانتش موجوده. يعني الشفافيه اللي تشهدها الحقيقه الدوله منذ عده سنوات تحت قياده الرئيس السيسي، البساطه في الطرح واللغه التي يفهمها الشارع المصري من خلال يعني لقاء الرئيس السيسي مع الشعب كلما كانت او كلما دعت ضروره الى ذلك، الحقيقه يعني هذه اللغه البسيطه التي تصل بالمواطن الى معرفه كل تفاصيل الدوله، حقيقه الامور بتصل للساده المواطنين بلغه سلسه. لم يعد هناك غرف مغلقه بقى. هذا ما اقصده ان هناك مصداقيه في الطرح وشفافيه، ويعني لم يعد هناك اي على اي مواطن. النهارده الرئيس السيسي الحقيقه يعني اكثر من رساله في الحديث، عند حديثه عن يعني قيمه الدعم مثلا في خلال العشر سنوات والتي تقترب من 3 تريليون جنيه مصري، يعني هذه القيمه يعني عند حديثه عنها ومقارنتها مثلا بما قيمته 750 مليار جنيه، هي قيمه إعادة ضبط وتأهيل ملامح الريف المصري مرة أخرى، والذي يقتنه ما يقرب من يعني 700 يعني حوالي 60%، يعني حوالي 60 مليون مواطن تقريبا. حديث بالأرقام عند حديثه عن العشوائيات والمناطق الغير آمنة التي كانت تخصصها مصر، يعني من ما يدعو للفخر ان احنا وصلنا الان ان لم يبقى في مصر اي مناطق غير امنه، في مازال مناطق عشوائيه، لكن فكره المناطق الغير امنه لم يبقى في مصر اي منطقه غير امنه، وده شيء انا بشكر عليه السيد الرئيس. فكره فاكرين الدويق او فاكرين الحاجات المشاكل الكبيره اللي كانت بتحصل، ده حقيقي. وهنا الرئيس قال انا كان يعني سهل بالنسبه لي اني اسيب الغلابه دول كده، لكن الصعب ان انا احاول احل المشكله، وده الطريق اللي هو قال كده نصا، انا دائما بختار الطريق الصعب في حل مشكلات الدوله، وده الطريق الناس الشاطره الناس الناجحه. ده صحيح. وكمان قال احنا مش بس بنحل مشاكل، احنا بنعيد ترتيب اوراق الدوله اخرى. صحيح. بما يضمن لها يعني مستقبل محترم ودولة محترمة يعني تكون ذات شأن في السنوات القادمة. الحقيقة الحديث كان سهل وبسيط. صحيح. ودي عادة السيد الرئيس دايما ان هو بينزل على الطاولة لكل الموجودين. يعني احب بس يعني اشير الى اللي حضرتك بدأت يعني به المداخلة الحقيقة، وهي يعني المسحة الدينية، الروح يعني روح التدين الحقيقة اللي موجودة داخل الرئيس السيسي، واللي كلنا بنلمسها الحقيقة يعني عند اي حديث، عندما نتابعه في اي حديث عن يعني مشروعات هنا او اي مشاكل تخص الدوله، اضافه الى المصداقيه والطرح الشفاف اللي بنسمع منه. كل الشكر استاذ رجب حقيقي، وده حاجه تدينا طمانينه ان احنا في ايد امينه. نعم، يعني دائما وابدا يعني بنلاحظ في يعني درجه من التدين، وحضرتك تعلمي انه الشعب المصري شعب متدين وشعب يعني الدين يمثل له جزء كبير جدا من حياته. الحقيقه انه يعني ما انجزته مصر على مستوى العشوائيات والاسكان الاجتماعي في خلال السنوات الماضيه، خلال 7 سنين كان يوازي 40 سنه من الحكم الفائت. بشكرك جدا استاذ رجب الشرنوبي محلل سياسي.